شارك عدد كبير من نجوم السينما المصرية اليوم في افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، الذي يشارك فيه 98 فيلما تمثل 63 دولة. واختار المهرجان الفيلم الأسباني المسابقة الرسمية ليكون فيلم الافتتاح هو فيلم روائي طويل يناقش قضية صناعة السينما. معنا عبر سكايب الناقد الفني الأستاذ آدم ياسين. أهلا بك أستاذ آدم. يعني الملاحظة الأولى يعني أصبحت شائعة في الفترة اللي فاتت إنه نفس النجوم، نفس السجادة الحمراء، نفس كل شيء، لكن في فرق كبير في التغطية والاهتمام والزخم اللي بيعمله مهرجان القاهرة مقارنة بمهرجان الجونة. يمكن الناس ممكن تكون شافت حاجه او اتنين على السوشيال ميديا، بعكس في الجونه كنت تلاقي التايم لاين كله اما انتقادات للفساتين او الجدل حوالين الافلام او غيره. هل الحاله دي بقت بتنبئ او بتحذر او يعني بتهدد مهرجان القاهره نفسه وتاثيره الطويل؟ الحقيقة يعني هو مهرجان الجونة بينظر ليه بشكل يعني ان هو مهرجان طبقي سياحي اكتر ما او قبل ما يكون مهرجان سينمائي. انا بتكلم على نظرة المجموع، نظرة المتابعين، نظرة المشاهدين، مش نظرة النقاد او السينيفيليين او محبي السينما. انا بكلمك على نظرة مجموع الناس وعندهم بعض الحق يعني، لان هم بيشوفوا مظاهر، انا مش هقول مستفز لان طبعا يعني دي حرية شخصية وكل حاجة وانا مش ضد الحرية الشخصية، بالعكس كل واحد حر، بس هي الفكرة ان ايه، ان الناس بتقيم مهرجان الجونة على اساس ان هو مهرجان بيقام في مدينة سياحية، هذه المدينة ملك لملياردير مصري شهير هو المهندس نجيب ساويرس، تصريحاته دائما تأتي صادمة، في حاجات ملحقة بالمهرجان هي حفلات وسهر وكوكتيل بارتيز وجالا دينرز وشركات بتعرض انتاجاتها وترويج لشركات. فمهرجان الجونة ليس مهرجانا سينمائيا فقط، هو مهرجان ترويجي للمدينة ولشركات كثيرة وإلى آخره، في قدر من البذخ اللي هو الغرض منه الترويج السياحي، وده شيء ليس عيبا يعني، ولكن هو ده اللي بيلفت انتباه الناس وبيخليهم دايما قاعدين على السقطة واللقطة زي ما بنقول، أو يعني مترصدين لكل المهرجان ده ويشوفوا الزلات بتاعته ويشوفوا يقولوا ده بيبالغ، الفساتين، المبالغات، الحفلات، الشرب، الرقص وإلى آخره. بينما مهرجان القاهرة مهرجان بيقام في وسط العاصمة المصرية، مهرجان تابع للحكومة المصرية، مهرجان محطوط على الخريطة الدولية من زمان، من المهرجانات الكبرى يعني، ربما مش مهرجانات الصف الأول بس ممكن نصفه مهرجانات الصف الأول به يعني، مثلا زي الممتاز به كده في الدوري المصري، مهرجان معترف بيه جوائزه ربما ليست طبعا زي برلين وكارلو فيفاري وكان وفينيسيا وكده طبعا، لكنها برضو ليها ثقل دولي، والدليل ان في واحد بحجم امير كوستاريتسا مخرج الصربي الفذ يعني والكبير هو رئيس لجنة التحكيم هذا العام، وتقريبا امير كوستاريتسا كان رئيس لجنة التحكيم كان في احد الدورات يعني. فاحنا بنتكلم في مجهود يعني، القائمين ورا المهرجان بيعملوا مجهود زي القائمين ورا مهرجان الجونة يعني، احنا لو بنتكلم على المختصين بالسينما وما بيسمونهم بالمبرمجين دول بيعملوا شغل، اما بقى ما يحاط بالمهرجانات من ريد كاربت وكده، دي طبعا حاجه بتقتات عليها الصحافه الخفيفه وصحافه الاخبار اللايت الباباراتسي والفضائح، وده موجود في كل مهرجان في العالم، ولكن يعني المهرجان يبدو مستفزا اكثر من الاخر، في حاجات يعني ايه، تلاقي رجل يعض كلبا زي ما بتقول القاعده الصحفيه، تلاقي حاجه غريبه، حد بيلبس فستان غريب شويه مش عارف، بطانه حسن ابو الروس كده، شويه حاجات كده يعني ملح وفلفل، وطبيعي انها دي هي اللي تهم الاغلبيه، لان اغلبيه الناس مش هيروحوا يتفرجوا على الافلام يعني، وفي ناس مش الافلام برضو مش بس في نفس الوقت لازم نرصد ظاهره ايجابيه، وهي سواء الجونه او القاهره ان الافلام كلها كومبلي يعني، دي حاجه يعني زمان، ايام زمان كنا نعيب، فاكر لو تفتكر كان يقولوا النجوم يحضروا حفلات الافتتاح ثم يهرعوا الى الايه الحفله اللي بتقام بعد كده، وما نلاقي فيلم الافتتاح خالي، اكيد انت قريت كده كان بيتكتب كده زمان، انما لا دلوقتي اظن ان في ممثلين كتير قوي من الاجيال الجديده اكتر من الاجيال القديمه كمان بقت تحرص انها تشوف يمكن الافلام يعني. بحسب اللي قريته من نقاد ومتخصصين يعني في السينما بيشيدوا بقوة يعني بين نوعية الأفلام
اللي هتعرض في مهرجان السينما هذا العام، وشايفين ان هو يعني اختيارات موفقه جدا، وانه دايما زي ما بنقول انه ممكن يكون مهرجان القاهره عنده ميزه نسبيه وهي الجمهور. في النهايه انت في قلب القاهره، فالقاعات سهل تتملي، الندوات سهل تتملي، بخلاف الجونه اللي لازم انت اللي تاخد الناس توديهم واحد واحد اللي هيتفرجوا تقريبا يعني. ايوه، احنا شفنا السنه اللي فاتت لما فيلم الايرلندي او ايرش مان بتاع سكورسيزي كيف كانت، يعني الناس راحت الساعه، كان عرض كمان عرض صباحي الساعه 12 ونص ظهرا او حاجه زي كده، والناس وقفوا طوابير من الساعه 10. فاحنا عندنا جمهور متعطش، ونشوف قبليه على طول المهرجان اللي هو مهرجان بانوراما الفيلم الاوروبي يعني، وانا شفت كذا فيلم فيه، وازاي ان كان يعني طوابير واقفه. يعني احنا في لفتره طويله في عصور سابقه اهملنا السينما وتعاملنا مع المهرجانات انها فرصه للقاءات الدوليه، وان في جمهور اللي بيروح، لو تفتكر قصه ولا نعم. مناظر، اللي هو الجمهور اللي كان بيروح عشان يشوف الاجزاء من الافلام اللي هي يعني كانت بتبقى تقطع رقابيا عاده. انما لا، احنا بقالنا من يمكن مش من ايام الراحل سمير فريد والدوره اللي ادارها باقتدار شديد جدا، واحنا بقينا نشوف جمهور جديد. وطبعا يعني في ابناء بقى سمير فريد زي استاذ محمد حفظي واندرو محسن وناس كتير جدا، يعني مش يعني الواحد المجال لا يتسع لذكر كل الناس، بس احنا بنشوف سنه سنة مجموعة من الناس، وأحمد شوقي إلى آخره، بنشوف مجموعة من الناس اللي هم وأمير رمسيس في الجونة ومحمد عاطف كده، بنشوف مجموعة من المبرمجين أو اللي هم عندهم ثقافة سينمائية، أصبحوا هم اللي بيتفاوضوا لعرض الأفلام، وهم اللي بيطلبوا أفلام. فأصبح في كمان يعني زمان، يعني أيام الراحل سعد الدين وهبة، كان في مشكلة كبيرة جدا بتواجه أي حد من محب السينما، إن أنت ما فيش جدول ثابت، وإن أنت ممكن تروح السينما ما تلاقيش الفيلم اللي هو مكتوب على باب السينما، يقول لك لا اصل البكره والشريط ما وصلش. يعني بكلمك على واحد انا قعدت اطارد والاحق الافلام كثيرا في وبتدخل المهرجانات تقريبا مش عارف ايه الفيلم وساعات اللي بيتعرض يعني، بتدخل كده وانت وحظ. بالظبط وبالظبط، وتخرج تدخل وانت وحظك وكده. فيعني احنا حديثا طبعا دي حاجه اللي احنا بنقول عليه ابجديات الف ب، يعني دي حاجه مش انجاز، بس احنا في مصر انت عارف لما نعمل الحاجات الالف ب دي بنعتبرها انجاز يعني. فكون المهرجان يبقى فيه نشره، يبقى فيه ندوات، يبقى فيه احترام للمواعيد، يبقى فيه سينوبسز وموجز للافلام، يبقى الافلام اللي بتعرض معروفه من ما هو قبليها ده وتقدر اللي كنت تحجز من أسألك فيه، قبليها فكرة إدارة المهرجان، بمعنى الإدارة مش بس إنك تظهر وتلتقط الصور، لكن إنك تدير بالمعنى الحرفي للكلمة، إنك تحط جداول ثابتة، إنك تختار الأفلام بعناية وغيرها. لأن ده بياخدنا لدور محمد حفظي اللي كان في ناس كتير جدا متفائلة يعني وقت اختياره يعني، دلوقتي وبعد يعني خلاص بقى في عندنا تجربتين واضحتين. بتقيم تجربة محمد حفظي إزاي؟ أضافت ولا انتقصت من المهرجان؟ يعني. محمد حفظي كمنتج في البدايه يعني سيناريست، ربما اعماله الكتابيه ما يعني الشغل الانتاج والمهرجانات خدوا من الكتابه، بس يعني حفظي هو موفي ميكر، صانع سينما زي ما بيقول التعبير الامريكي، يعني اللي هو شخص يكتب وينتج وينتج ويشارك في الانتاج، وفي الاخر دلوقتي احنا شفناه بيدير مهرجان. فهو شخص يعني غارق في السينما وفاهم كويس، وحتى اسمه مرتبط بافلام مهمه جدا يعني، يعني خدت جوائز، واخرها الفيلم ريش اللي خد جائزه في كان وخد جائزه في قرطاج وكده. فحفظي احنا بنتكلم على حد يعني يعي جيدا ما هي السينما، ويعي جيدا ما هي انماط السينما المختلفه، يعني هو ما بيتحيز لنوع معين. هو حتى لما تاخد بالك في دعابات اطلقت عليه في حفل الافتتاح، اي فيلم يضمن الجائزه ياخده يبقى هو من انتاج حفظي، هو رد قال لك انا مش كل افلامي مهرجانات، كانه بيدافع يعني عن الموضوع ده، ان هو عايز يقول لك انا راجل بتاع سينما، منتج، انا راجل بنتج واحد المشاركين في هذه الصناعه تمام. المهمة اللي هي بتعاني في مصر مؤخرا كتير جدا، وعايزة ناس كتير زي حفظ يعني. فطبعا المهرجان يعني ما نقدرش نقول دلوقتي كل دورة لها هناتها او لها مشاكلها، ما صحيح. نقدرش نحكم على دورة من النجاح، ولكن نقدر نقول ان احنا في مؤشرات. متنفس للناس اللي بتحب السينما من الشباب ومن الاجيال والاعمار المختلفه انها تروح، لو ما قدرتش تروح الجونه زي ما انت قلت وتنتقل من مدينه لمدينه والجونه غاليه، فتروح مهرجان الفيلم الاوروبي وبعد كده تروح مهرجان القاهره، مطلوب من
اداره جيده انها تعي وتحسن مهرجان اسكندريه، لان مهرجان اسكندريه كل سنه بيبقى عليه انتقادات كتير قوي، سواء في التنظيم او تمام، في اختيار الكلام وضحت الفكرة. أنا كتير قوي. بشكرك، شكرا جزيلا أستاذ آدم ياسين الناقد الفني.